محمد. السلام عليكم. وعليكم السلام يا ست ام محمد، لو سمحت يا شيخ، عايزة اسأل حضرتك سؤال. اسألي. انا كنت متزوجة زوج اولاني فانفصلت منه ومعايا طفلين، طيب ودلوقتي اتزوجت زوج تاني وما بيعملناش بمرض الله وبهدلة، ومفيش اي ما يرضي الله بيتعامل معانا فيه خالص، واتفى عليا وبهدلني وطردني امبارح، وخلى بنوتي بتاكل او ما منع الاكل وطردنا، ايه قال لي ما سؤالك؟ لهاش ان هي تاكل. ايه سؤالك؟ افندم ايه سؤالك؟ واسمعيني من التليفون بلاش تلفزيون. حاضر. انا عايز اعرف بس ده ينفع يتعاشر او نعيش معاه؟ اني بيتبهدلني ومامته بتبهدلني طيب وبهدله كتير، يعني طيب بص يا شتيمه بص وغلط. يا محمد، قبل ما تقفلي، يعني قبل ما تقفلي السكة، انا ما اقدرش اجاوب. عارفة طب ليه؟ ليه؟ اقول لك ليه. لان انا ما سمعتش الطرفين قالوا ايه. ما معلش، انت كلامك حلو قوي وانت جايه لي، انا اسف، عينك بايظه، أنا ما جايز التاني اعمى. اسمعيني بس، ما اصل معلش يا ام محمد سامحيني والله، انت على راسي ربنا يبارك. واحسبك انك صادقه، لكن ما فيش زوج عاقل هيخش يلطش في اهل بيته، وما فيش هو زوج عنده عاقل أمراض نفسية. عنده امراض نفسيه يبقى مرفوع عنه التكليف يا ام محمد. يبقى ما ينفعش يا ام محمد ان احنا نحاسبه، ها، وما ينفعش ان احنا نحكمه. اذا كنت انت اللي بتقولي مش انا، هو بقى ما تمام، انا ما بكلم حضرتك بصراحه. طب رفع يعني بيقول لي الله، ماشي ماشي اولادك. رفع الله عن المريض الحرج، ليس على المريض حرج، مش كده ولا ايه؟ صح. طب تمام، طيب ما بيقول لي ماشي اولادك. احنا عندنا القاعده كده، ليس على المريض حرج، دي القاعده، المريض معلوش حرج. يقول بقى اللي يقوله، الله اعلم هو فاعي ولا مش فاعي، صح ولا انا غلطان؟ صح. طيب يبقى انا احكم طب عليه ازاي؟ هو دلوقتي بيقول لي ماشي اولادك، ما هو انا برضك ما اعرفش اذا كان في وعي ولا مش في وعي. هو مش المريض اللي هي مثلا نقول عليه مريض نفسي، لا، او ممكن يكون بيستهبل عشان تسامحه في كل حاجه بيعملها لك او تضغط على كل حاجه يا ام بيعملها فيك. محمد انا بسأل سؤال، هو مريض نفسي بياخد ادوية؟ لا، انا عمري مش شفته بياخد ادويه ولا حاجه، هو اللي بيقول على نفسه. برضك يا ام محمد ما اقدرش اجاوب، لازم اسمع طب الطرفين. انا عايزه انفصل، مفيش ما بيننا انفصل عيل ولا حاجه، انا انفصل، عايزه انت انفصل. حر. ايوه تعالي بقى كده دغري، انا بحب الناس اللي تيجي دغري. انفصلي، انت حره، انت حره، مش محتاجه قرار شيخ، مش محتاجه راي الشيخ، محتاجه رايك انت، محتاجه كلام نفسك انت، انت اللي تقعدي تقيمي عيشتك. ما فيش خلاص عيش يا شيخ شرفيا. انت حره بقى، اسمعيني بقى، انت كده مش محتاجه قرار الشيخ ولا راي الشيخ ولا حكم الشيخ ولا حكم الشرع في حاجه، انت محتاجه تقعدي مع نفسك. خلاص انا مش عايزاه، انت حره، انا عايزاه، انت حره، لكن انا اسف، ما تخشيش 100 طريق علشان تصلي ان انت تنتزعي من بقي حكم انا ما اقدرش اقوله. ليه؟ لان انا ما سمعتش طرفين، لازم اسمع الطرفين. معلش، ما هو ما فيش راجل عاقل في الدنيا انه يخش يضرب اهل بيته من باب الطاق، لا يمكن خالص. ما فيش راجل عاقل في الدنيا يخش يقوم بنت من على الاكل ابدا، ده المجنون بيلاقي البنت الصغيره في الشارع بيديها من اكله. خلق فطرة رحمة وضعها الله في قلوب عبادي، إلا إذا كان في خلل في العقل. قلت لي ده مريض نفسي، قلت لك رفع عنه التكليف، لأن العقل مناط التكليف، الاتزان العقل مناط التكليف، والعقل مقدم على الإسلام. يعني إيه الكلام ده؟ يعني مثلا في شروط وجوب الصلاة لازم العقل قبل ما تقول لي الإسلام. ليه؟ هب أنه مجنون وهو مسلم مش هيصلي ومعلوش صلاة، خلاص كده؟ لكن يبقى العقل. طيب قلت ان هو مجنون او قلت ان هو مريض نفسي يبقى معلوش تكليف، رجعت قلت بيستعبط وانا عايز انفصل بصراحه، انت اللي تحددي مش انا بقى، انت اللي تاخدي الحكم وتاخدي القرار، وانت اللي تتحملي مسؤولياته وتبعاته. ربنا يصلح حالنا وحالك.